السلام عليكم. حلقتنا اليوم عن الفواكه وبالاخص سكر الفركتوز. احنا نعرف كل سكر الفركتوز ينوجد بالفواكه، ينوجد بالعسل، ينوجد بالذره، وينوجد بالبطاطا الحلوه، عده مواد. اليوم نتحدث عن الفركتوز، كون انه اغلب الناس الغير اكاديميين والغير علميين حكوا عنه انه هو ضار ويرفع الدهون او الكوليسترول، وما يعرف هو على شنو يتحدث، اي كوليسترول نافع ضار. فصارت عندنا شبكه من المعلومات اليوم نحلها. انا عندي الفواكه، عندي سكرين، عندي جلوكوز هذا استقلابه بالدم، والانسولين احنا نتعامل به بهذه الطريقه. بقى عندي سكر الفركتوز اللي يجي من الفواكه وليس العصائر، هذا يكون معاه املاح معدنيه زائد الياف زائد سكر الفركتوز، يتم استقلابه ومعالجته في الكبد، وكل فوائد ما في مضار. ولكن احنا نعرف كل سكر يزيد عن حده حيكون له اكيد مضار، ولكن اهم فائده انت تاخذ من الفركتوز هو املاح معادن زائد اهم شيء الكوليسترول النافع، وهذا انت تستفاد منه. والاهم من كل هذا هو البكتيريا النافعه اللي كثير تعانون من اخطاء او اغلاط في المعده بسبب قله الهضم، بسبب قله البكتيريا. اوكي، هاي من ناحيه. فلذلك الفركتوز يا اخوان اذا اخذ بكميات معقوله جدا مفيد، لان الله خلق لفائدتك ما خلق لمضارك. نبعد عن هذه المعلومات. اهم معلومه، هل الفركتوز المصنع مفيد؟ هذا الضرر اللي فيه، لازم نفرق بين الطبيعي مفيد ما في ضرر للجسم. المصنع من وين يجيبوه؟ من الفواكه، ولكن يمر بعمليات تصنيع. هذا اللي ضار جملة وتفصيلا. وين نلقيه؟ نلقيه بالمربى، نلقيه بالحلويات، ونلقيه على شكل سائل، ونلقيه بأطعمة كثيرة، نلقيه بعصير، عصير الصغير بالفواكه، ما يقول لك بالتفاح، هذا العصير المصنع اللي انت تشتريه للطفل وللكبير. هذا الفركتوز هو هذا سبب ارتفاع الدهنيات، وهو هذا اللي انت المفروض تبتعد عنه، وتبعد ابنائك، وتبعد جيل كامل عن الفركتوز المصنع، لان كله ضرر وفيه اخطار كثير. ولكن هذا اللي فيه ضرر هو ممكن ان تسميه، اكو ناس يسميه معقد، اما الفركتوز من الفواكه هو سكر مركب، حعيدها سكر مركب وليس معقد. فكل اخ نشر انه هو السكر معقد، يجب ان يعالج هاي المساله بالعلم، لان احنا ما نختلف عن العلم، العلم الى وجه واحد اللي هو الاكاديميه، وليس انه اخذ معلومه اطرحها. فلذلك ابتعد عن الفركتوز، اي ماده نشوفها مصنعه مثلا بسكوت، نشوف اي شيء عصير، عصائر خاصه المربى الكذا من يكتب لك فركتوز، هو هذا اللي حيتم بالكبد، وهو هذا حيأذيك، وهو هذا حيرفع لك الدهنيات، وهو هذا الخطر على أما الفاكهة وكلها بنسب صغيرة على قدك، على قد جسمك، على عمرك، وما فيها أي ضرر. وشكرا للجميع.